بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بإذن الله هنستأنف دروس تعليم برنامج أوتوديسك ريفيت ستراكشر 2012، إعداد مهندس وجيه عباس. بإذن الله النهاردة الحلقة مهمة جدا، لأن فيها نقدر نعدم عملية التحميل. عايز أحمل المنشأ ده بالأحمال المختلفة. أولا لازم أجيب اللود كيسز، حالات التحميل ممكن أجيبها من قائمة مانج دروب من البانل مانج، وأخش على ستراكشرال سيتنجز ومنها لود كيسز حالات التحميل، واظبط اضيف حالة التحميل واقول له اد، او اسيب اللي انا عايز اشتغل عليه مثلا ديدو لايف ولود كومباينيشن زي ما نشوف هنعملها ازاي دلوقتي من الباث دي المسار دوت، او اخش على قائمة انالايز واروح اقول له لود كيسز حالات التحميل، اظبط حالة التحميل بتاعتها، هسيب انا الديد واللايف، اخش على اللود كومباينيشن اعمل لود كومباينيشن ما بين الديد واللايف، هقول له اختار لي الديد واروح اقول له اد ديد لود، اسف لا دي هنا ديليت، اوكي هقول له هنا ديد لود واروح له اد ديد لود، واروح له هنا لايف لود واقول له اد ديد لود، والنوع هنا والنوع لايف لود اروح له اد، يبقى انا عندي ديد وعندي لايف. هقول له الحالة دي تبقى 1.4 ديد، 1.6 لايف، حالة الالتيميت 40% حمل ميت و60% حمل حي، يبقى هنا بالظبط اروح حيله هنا دوت سموهولي مثلا التيميت، اهو التيميت 1.4 ديد زائد 1.6 لايف. قالك نوع الكومباينيشن، يبقى كومباينيشن يجمعهم لي. قالك هنا ايه الستيت، الحالة هي حالة الالتيميت، واعمل نفس النظام للوركينج، يبقى اخد الديد واحد واللايف بواحد والستيت تبقى سيرفيسابيلتي، واروح اقول اوكي. يبقى انا كده عملت لود كومباينيشن. احط الاحمال، اقول له لودز الحمل اللي عندي، هقول له هوستد اريا لود، اضغط عليها وتختار على اي باوندري للسقف بتاعك هنا اهو. يبقى هنا احط لها حط سيتك الحمل، هو بس الحمل صغير يعني، واروح حاطه تحت، حط علم لك على البلاطة وعلم على اي باوندري للبلاطه بالظبط كده. قبل ده يا جماعه كنا انا هنا اظبط الوحدات، انا احط مثلا احط الحمل هنا 4 يبقى ماينس 4 طن متر سكوير لايف لود، راح له ابلاي، يبقى انا عندي هنا ده في اتجاه الزد بالظبط، يبقى ماينس 4 بالظبط. طيب انت بتقول طن متر سكوير ازاي؟ انت جبت الوحدات دي منين اصلا؟ لو ضغطت سكيب يا جماعه ودخلت من قائمه مانج، المفروض الوحدات اللي هم اديها لي هتبقى كيلو نيوتن. بخش بروجكت يونتس واروح قايل له ستراكشرال، واروح قايل له الفورس، انا ظبطتها على حسب ما انا شغلي، انا بشتغل بالطن والميتر، فاقول له فورس، هقول له طن، انا شغال طن، لينير فورس طن متر، اريا فورس يبقى طن متر سكوير مومنت، وعلى حسب شغل كل واحد. العزم مثلا لا، هقول له العزم طن فورس متر، واروح اقول اوكي. الاستريس انا قلت الاستريس يبقى طن متر سكوير، هو كان اساسا بالكيلو باوند، لكن انا قلت له طن متر سكوير، هو ده عشان كده ظبط لي الوحدات هنا. يبقى انا كده عملت هوستد اريا لود. عايز اخش انايز، عايز احط لود حمل الكاميرات، عايز احط حمل على الكاميرات، يبقى هوستد لاين لود. هوستد لاين لود اضغط عليها وهيديك قائمة درو مثلا بيك لاين، وتروح مختار الكاميرا دي وادي الكاميرا دي وادي الكاميرا دي والكاميرا دي مثلا، يبقى كده تظبطها. اروح الاسكيب واحدد حمل الكاميرا بتاعي، واروح له سيلكت اول انستنسز، يبقى يختار لي اللي هي اللينير لود، واروح داخل على البروبرتيز في اتجاه زد، دي حمل حائط مثلا احط ماينس 6 طن بير متر رن، واروح له ابلاي، ونفس بالظبط اهو، ونفس النظام للكاميرات اللي تحتها والكاميرات اللي جنبها. يبقى انا كده قدرت اعمل عمليه تحميل للمنشأ. باذن الله المره الجايه هنقدر ازاي نوصف الريسترينتس او السبورتات لللبشه، وهقدر ارسم حديد التسليح للقطاعات الخاصه بهذا المنشأ. وبكده تنتهي حلقه النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.